اهلا بكم في نشرة اخبار الاسبوع. شكرا. انا خالد منصور. وانا شادي الفونس. الفنانة غادة عبد الرازق صرحت: لو اضطرب احد لزوجي هقطعه نصين. بس الفنانة ما حددتش هتقطع ايه بالظبط، هل اللي هيقرب لجوزها ولا جوزها ذات نفسه. شاب عثر على اكثر من 100,000 دولار فوق مياه نهر الدانوب. دول دانوب يقضونا. يلا جاتنا نيل في حظنا الهباب. بطلة كليب سيب ايدي تستعد لبلاش من تحت يا حودة. الأغنية طبعاً بتتكلم عن أكل الشارع ومخاطر الأكل تحت البيت. وبتستعد الفنانة لطرح أغنية جديدة بعنوان ما تهكش بقى علينا، واللي بتتكلم عن خطورة البحر في الهجرة غير الشرعية. وأخيراً أغنية لحست كله عن ظاهرة الوعود الكاذبة وهروب الشباب من الجواز ولحس كلامهم. الفنان محمد محيي وجه الشكر لنفسه في أغنيته الجديدة الخوف من اللي جاي، وده بالظبط زي ما تعمل لايك لنفسك على الفيس. قامت رئيسة حي ثان بطنطا برش القمامة الموجودة في الشوارع بالمبيدات، وذلك للحفاظ على نظافة القمامة، وده بالظبط زي اللي باطوا ريحتها قبر وبيرش سبراي بدل ما يستحمى. صرح أمين البحوث الإسلامية السابق بأن الزوج البخيل آثم شرعاً. بصراحة يا مولانا اللي يفكر يتجوز في الزمن الأسود ده آثم شرعاً برضو. الفنانة وفاء عامر صرحت مؤخراً إن أنا محسودة ومشاريع الفنية خليها في قلبي لحد ما تخرج للنور، واللي أكد كلام الفنانة جراح قلب كبير، مضيفاً إن قلب الفنانة بالفعل يحتوي على مشروع فيلم ومسلسل وأوبرتين. أقاموا في حي البساتين أكبر تمثال لإزازة كاتشب، ورئيس جمعية تباعي الميكروباص قال إن إشارة الهرم كده وإشارة الجيزة كده، بالنسبة لمدان الكاتشب هل هتبقى كده ولا كده؟ نورت. أعلن رئيس وزراء كندا عن عزم بلاده اعتماد قوانين تشرع استهلاك الماريجوانا، وأدى إلى تدافع كثيف من الشباب على سفارة كندا في القاهرة. ونحب ننوه إن السفارة هتتنقل البطنية والقنصلية هتبقى بالبيس. شيخ يطالب بمحاكمة الداعين للحجاب ثم أضاف: أمي كانت بتلبس فستان. هو أنت ليه محسسني إن هما بيطالبوا بالحجاب وبس؟ هما بيقولوا الحجاب مع الفستان عادي، مش الاتنين مع بعض. عرض موقع يوتيوب فيديو لفتاة يابانية بالغة النحافة أكلت فيه 100 قطعة خبز وظلت على قيد الحياة. وفي فيديو آخر شاب مصري نحيف يأكل 100 قفة في كمين شرطة في السنبلاوين وظل على قيد الحياة عادي جدا. اكتشاف غرفة سرية في مجمع التحرير للدعارة وتديرها عاملة نظافة خلال أوقات العمل الرسمية منذ 20 عام. هذا وقد طالب عدد من المواطنين إنشاء غرفة دعارة مشابهة في مرور فيصل. واقعة رصدتها شرطة أبوظبي: لص يتقيأ على ملابس ضحيته لنشله. يذكر أن دي ثالث عملية سرقة من نوعها منذ افتتاح محلات زيزو نتانا في أبوظبي، بس الحرامي قال أن ما كانش قصده وأن الموضوع جه معاه بشكل تلقائي. أنا آسف، معلش. مقتل مؤلف أناشيد داعش: هذا وكان الفنان الراحل قد ألف مجموعة من أشهر أغاني الأطفال مثل ذهب الليل وطلع الفجر والكافر اتفجر وأغنية يلا نفجر في الكفار إيا أو، وأخيراً أغنية وإن كنت ناسي أكفرك. طفل أبلغ عن سرقة جهاز بلاي ستيشن الخاص به، فقامت الشرطة بشراء جهاز جديد له، وطبعاً جابوها له في عربية أتاري. بطاقة الرقم القومي ستكون بالألوان من مطلع 2016. طبعاً مش هيبقى في فرق لأن في الآخر هيحطوا أوحش وأكأب صورة ليك. حديقة الحيوان في لندن فتحت باب الحجز لروادها للإقامة بقفص الأسود، ويذكر أن حديقة حيوان الجيزة لو عملت كده الناس هتخش تتحرش بمرات الأسد. فنانة باميلا أندرسون آخر من تظهر عارية بالكامل على بلاي بوي، ولم يمانع نجلها بل وشجعها على أداء المهمة. أهم حاجة رضا الأم والله. في تصريحات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن المصريين استهلكوا ورق بفرة بمليار جنيه في 8 شهور. إيه ده؟ لا لا لا، ثانية واحدة. العلبة بيبقى فيها 20 ورق، 3 جبات في اليوم، 4 في العيد، ضربهم في 7،
الإحصائية دي مش صح يا معلم. أنا بقول كده برضه، أنا بقول يعيدوا النظر في الإحصائية دي. صح. بعد 26 حادث حريق في الشرقية من غير سبب واضح، الأهالي اتهموا الجن بإن هو اللي ورا الموضوع. بس لما الضابط خده جوه اعترف وقال ده كان شيطان يا باشا ومش هعمل كده تاني. إبراهيم عيسى فجر مفاجأة بتصريح إن أحمد عز بريء من تزوير انتخابات برلمان 2010، وأحمد عز يعلق مش للدرجة دي يعني إبراهيم. خطوبة في مدرجات مباراة بالدوري الروسي، وداعش تعلق إذا لمس يدها في المدرج بدون محرم فهي لمسة يد وبل بإجماع علماء الفيفا. الرئيس الموريتاني أنهى مباراة السوبر في بلاده في الدقيقة 65 لضيق وقته، هذا وقد قرر سيادته إعلان عيد الفطر يوم 25 رمضان مصرحاً كفاية صيام بقى.